بعدنا وين بعدنا؟ بعدنا بالدرس الثالث، وعدنا ثاني جدا مهمات. هاي الصفحة مهمة جدا ولازم نركز عليها. جيد، تعال خلينا نشوف شنو هاي الصفحة. كابيتال معناها عاصمة. بس احنا ايش محتاجين؟ محتاجين نرتب شغلنا. اهم شيء الترتيب على ما تصير الشغلة واضحة عندكم. هاي متأخر حبيب قلبي، ليش هيجي؟ ليش تطلع بالأربعة؟ أنت محاضرتك هنا بالأربعة، هذا حكي ما مقبول منك. يلا ركزوا يعني. شكو استاذ؟ هذا تمرين قلنا التمرين الثالث. التمرين الثالث هنا عندنا مفردات هامة. مفردات هامة شنو هاي؟ هاي منها تبي، ولازم تركزون عليها كل الزين. يلا استاذ شنو هاي المفردات وشلون نركز عليها؟ اولا يقول كابيتال. كابيتال شو معناها؟ عاصمة. جيد، عاصمة العراق فرات. اذا ايش راح نخلي بالفرات؟ بغداد. زين، عاشت ايديك. tomorrow will be فرات. tomorrow will be فرات. اعتقد الجواب بينقص. لا ما بينقص. يلا اختاروا الصفة اللي تعجبكم. سوف يكون مستقبل، غدا سوف تكون صني مشمس، تكون ويندي عاصف، تكون سنوي مثلج. خوش حكي، فهمت القصة شنية؟ زين شوف هذا السؤال. لا هذا مهم. يقول month الشهر. You were born، ولدت به. هنا أنا شنو الشهر اللي أنت ولدت به؟ فكل واحد يكتب الشهر. على سبيل المثال أنا ولدت في شهر مي. يا شهر مولودته؟ ما تعرف يا شهر؟ وأنت يا شهر؟ فبروري الشهر الثاني. وأنت يا شهر مولود؟ انت بيا شهر مولود؟ الاول الثاني شهر الثالث؟ لو ما تدري بالسادس. يعني جانيوري فبراير مارس ابريل ماي جون. انت رابع. جانيوري فبراير مارس ابريل. وانت اقلبي جون. وانت يما مارس. وانت العاشر. حسبيهن جانيوري فبراير مارس ابريل ماي جون جولاي اوغست سبتمبر اكتوبر. زين month الشهر. friend born الذي ولد بها صديقك ولد به. ايش ما درينا اي واحد يكتب لاي شهر. مثلا اذا كتبت جون هاي ما راح يطلبون من عندكم، بس الاولى مهمه. عاصمه العراق دير بالكم عليها. country البلد الذي ولدت به. اي هاي مهمه. انت ويا بلد مولوده؟ العراق. وانتم كلكم عراق؟ ماكو واحد فيكم مولود من فرنسا؟ زين نجي هنا أنا. اول هذا مهم. first يعني اول. month شهر. اول شهر شو اسمه؟ جانيوري. العراق جانيوري. زين هاتست احر شهر. هسه هنا يتكلم عن بلدك. شنو احر شهر بلدك؟ الشهر السابع. جانوري فبراير مارس ابريل ماي جون جولاي. best
أفضل شهر في السنة؟ ليش؟ يعني تكون الشهر حلو مرتب ما بي لا برد ولا حر. الشهر العاشر أو الشهر الـ11 وراها يبدأ البرد. قول شهر العاشر. الشهر العاشر قلنا شنو؟ أكتوبر. رمضان ما عندنا رمضان، ودور رمضان مو ثابت، ساعة يجينا بالصيف ساعة يجينا بالشتاء. ثلاث بلدان من أفريقيا، يقول عدد لي ثلاث بلدان أفريقية. ها ألجيريا، ألجيريا بعد إيجيبت بعد السنغال. لا خليها عربية أحسن. ماكو ماروكو. ماروكو المغرب. تعبالكم فلان كرتون؟ زين انتم هسه علي ما تركزون علي من هاي اخيره مهمه، خليها باللون الاصفر حلو تعرفوها. و اول شهر مطلوبه دير بالك عليها، والاولى اللي هو عاصمه العراق ايضا مهمه. خلصنا استاذ؟ لا ما خلصنا، هاي خلصنا الفقرة الأولى. جيد، نجعل الفقرة الثانية. جدا 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 مهمة. كم جدا؟ هاي جدا، وللأسف هاي شو نسوي؟ لازم نكتب الحروف مالتها على مود تصير واضحة عندكم. انجلاند انجلترا. شو فيها انجلترا؟ يوجوالي فراغ ان وينتر. بالشتاء شو تكون انجلترا؟ سنوي. اس ان او دبليو واي. جيد. بالمناسبه شوف هاي وينز لا مو زين. ات ذا اند اوف رمضان. رمضان نفس رمضان شبيها. يقول في نهاية رمضان شو يصير؟ فاست الصيام. شو نسوي بالصيام؟ نفطر. بالانجليزي نفطر ب ار اي اي كي بريك. يقول فيف. شنو معنى فيف؟ خامس مانث شهر. شنو هو خامس شهر؟ ماي. ام ام اي واي. خش نمشي على كيفنا بالمادة. المشكلة اليوم عندكم هواي شغل، تدرون لو لا. مادر سيستر. مادر شنو معنى مادر؟ ام. سيستر اخت امي. شو يصيحوا لها؟ شو اسمها خالتك؟ انت. انت زين. ثري فراغ ان سكول. يقول بالانجلترا اكو ثلاث، احنا حدنا بالمدارس فصل الاول والفصل الثاني. بالانجلترا اكو ثلاث فصول، هذا الفصل شو يصيحوا له؟ سيمستر. لا اسف دقيقة، احنا غلطانين بشي. كورس. لا ثواني. ايه
أنا غلطان. اسمه تام. تي اي ار ام اس معناها الفصول. ثلاث فصول. عكس لند. لند عكس يقرض. عكس يقرض. برا او ار ار او دبليو معناها يستعير. زين عكس كلوز مغلق. شو اسمه المفتوح؟ open o p e n. ها نعم نعم ما فيهم. عكس never ابدا. عكس ابدا always a l و w y s. يأتي بعد الشتاء. الشتاء ربيع spring. s p r i n g. عكس رطب wet. لا dry جاف. dry هذا شو نسوي به استاذ؟ حمات الحفظ. اهو شنو هاي شنو هاي شنو هالحكي استاذ؟ شو اسوي لكم؟ مفردات مهمة جدا 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 جدا. شلون؟ تكتبون الأولى والثانية. لا تكتبيهن واحدة جوا الثانية طبعا ورا بعض. شلون؟